مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. مجمع الأندلس التعليمي قسم الرياضيات يقدم دروس للصف الثاني عشر تأسيسي، إعداد وتقديم أستاذ إبراهيم حسين الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباب الطلاب أبناء الأعزاء، مع درس جديد من دروس الرياضيات وهو خاص بوحدة الاحتمالات. عنوان الدرس مقدمة في الاحتمالات، مقدمة في الاحتمالات. مع بعض بإذن الله نبدأ شرح هذا الدرس. وأول شيء هندرسه بإذن الله في مقدمة الاحتمالات هي التجربة الاحتمالية، وبيطلق عليها أيضا التجربة العشوائية. تعريفها هي التجربة التي يمكن معرفة جميع نتائجها مسبقا، ولكن لا يمكن التنبؤ بأي من هذه النتائج. يعني إيه معنى الكلام ده؟ مثلا أنا حرمي حجر نرد زي اللي شايفينه بيتنطط في الشاشة قدام كده، حرمي حجر نرد، أعرف النتائج اللي ممكن تيجي، يعني ممكن يجي واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة، مش كده؟ لا صح معاي، مفيش إيه؟ مفيش سبعة أصلاً في حجر نرد، ركز كده الله يبارك فيك، حاسس إن في واحد منكم عاوز ينام، لا صح، يبقى التجربة الاحتمالية هي التجربة التي يمكن معرفة جميع نتائجها مسبقة، أنا عارف، ولكن ما أقدرش أتنبأ إن لازم هيجي المرة دي الرقم واحد أو هيجي الرقم ثلاثة أو الرقم ستة. خلاص؟ دي اسمها التجربة العشوائية. طيب، أي نتيجة بتظهر من التجربة بنسميها حدث. وأنواع الحدث نوعين، إما يكون بسيط أو حدث مركب. يعني ايه حدث بسيط؟ اللي هو بيكون نتيجته شيء واحد، يعني مثلا هحذف عملة معدنية، اما تظهر صورة او تظهر الكتابة. طيب يعني ايه حدث مركب؟ ممكن يجي من حدثين بسيطين او اكثر، بمعنى حرمي قطعة نقد وفي نفس الوقت حرمي حجر نرد او حرمي حجرين نرد، يبقى دول حدث مركب مكون من حاجتين. إمكانية حدوث الحدث ثلاث إمكانات فقط. إما يكون حدث أكيد. يعني إيه حدث أكيد؟ يعني لما أرمي عملة معدنية أكيد إما هيجي صورة أو كتاب. وحدث ممكن، الحدث الممكن يعني احتمال إما صورة أو كتاب. الحدث المستحيل إن ما يظهر لا صورة ولا كتاب. في مثال آخر، حجر النرد، لما أرمي حجر النرد أكيد هيظهر رقم من الأرقام من واحد إلى ستة، ده لازمة لابد. طب الممكن، ممكن يظهر ثلاثة أو ممكن يظهر خمسة، أي رقم منهم. أما المستحيل إن يظهر رقم سبعة أو رقم صفر أو رقم تسعة، رقم مش موجود أصلاً على الحجر النرد.
ديت إمكانية حدوث الحدث. نكمل مع بعض. ومعنا دلوقتي الاحتمال التجريبي بيسموه التكرار النسبي، وكلمة تكرار نسبي مرت علينا في الوحدة الرابعة في الإحصاء. المهم، يبقى الاحتمال التجريبي هو نسبة عدد مرات ظهور الحدث إلى العدد الكلي لعدد مرات إجراء التجربة. نسبة يعني كسر، والكسر إما يكون كسر اعتيادي يعني 2 على 5 3 على 7 أو كسر عشري 2 من 10 5 من 10. والعدد الصحيح، لا ننسى أن العدد الصحيح أيضا ممكن يقال عليه كسر، يعني ممكن نجعل العدد الصحيح في صورة كسر. المهم، إيه مفهوم بقى الاحتمال النظري للحدث؟ إذا كانت إمكانية الحدوث نفسها لنتائج التجربة الاحتمالية، فإن احتمال الحدث هو نسبة عدد نواتج ذلك الحدث إلى العدد الكلي للنواتج الممكنة، ويعبر عن ذلك بالصيغة BA يساوي NA على NS. وطبعاً البي اللي عندك دي اختصار لكلمة probability اللي هي الاحتمال، فبي ايه يبقى احتمال الحدث ايه يساوي عدد عناصر الحدث الى العدد الكلي لنواتج الحدث، ولابد هذا الاحتمال يكون من صفر الى واحد، من صفر يعني ممكن يكون صفر واقصى عدد واحد. البي ايه اللي هي احتمال الحدث، ان ايه عدد عناصر الحدث، ان اس عدد عناصر فضاء العينة. بيديك مثال، عند رمي مكعب مرقم من 1 لـ6 مرة واحدة، اذا كان الحدث ايه يمثل ظهور عدد فردي. طب الاعداد الفردية كم عدد فردي في حجر النرد؟ 3. طب وكل الاعداد اللي في الحجر 6، يبقى 3 من 6 يعني نص. نكمل مع بعض. مثال واحد على الاحتمال التجريبي بيقول الجدول التالي يمثل دراسة ميدانية للزمن الذي يقضيه مجموعة من الأشخاص في ممارسة الرياضة يوميا بالدقائق. عندنا الجدول بيقول إن عندك الأشخاص بيمارسوا الرياضة من 10 دقائق إلى أقل من 30، كم عددهم؟ 10. ومن 30 دقيقة إلى أقل من 50 15، ومن 50 إلى أقل من 70 30، ومن 70 إلى أقل من 90 25، ومن 90 إلى أقل من 110 20. إذا اختير أحد الأشخاص عشوائيا، هختار واحد من الناس اللي بيمارسوا رياضة في الجيم ولا هو طالع، أقول له تعالى عشوائيا، بيقول ما الاحتمال التجريبي لأن يقضي زمنا أقل من 70 دقيقة؟ السؤال الثاني بي، ما الاحتمال التجريبي لأن يقضي زمنا أكثر من 90 دقيقة؟ تعالوا مع بعض. يبقى الاحتمال التجريبي لأن يقضي زمنا أقل من 70 دقيقة كام؟ عندنا مجموعة 3 مجموعات اللي هم 30 اللي هي أقل من 70، من 50 لأقل من 70، ومن 30 إلى أقل من 50 15، ومن 10 إلى أقل من 30 10. يبقى إذن احتمال الحدث A يساوي عدد عناصر A على عدد عناصر الفضاء العيني كله. طيب زي ما شفنا دلوقتي المجموعات اللي هنختارها هي عددهم 30 و15 و10، هنجمع على العدد الكلي، اجمع لي كل المجموعات دي اعدادها كام اللي تحت، طلعت 100، ممتاز. يبقى اذا هنقسم 10 زائد 15 زائد 30 على 100، هيطلع بالآلة الحاسبة 55 من 100 او 55 على 100. طيب نيجي للاحتمال التجريبي لأن يقضي زمنا أكثر من 90 دقيقة، مفيش غير مجموعة واحدة الأخيرة هما اللي أكثر من 90 إلى أقل من 110، كم شخص؟ 20. 20 تقسيم 100، 20 من 100، ولو كتبت 2 من 10 صح، ولو كتبت 2 على 10 صح، أو 1 على 5
صح، كل ده إجابات صحيحة بإذن الله. نكمل مع بعض. معانا مثال 2 على الاحتمال النظري، بيقول أوجد احتمال كل من الحوادث التالية. أول شيء مطلوب اختيار عدد زوجي من الأعداد 3 و4 و5 و6 و7. تاني مطلوب ظهور عدد أكبر من 7 عند رمي حجر مكعب مرقم من 1 إلى 6. عند رمي مكعب مرقم من 1 إلى 6 مرة واحدة. المطلوب الثالث مجموع العددين الظاهرين أكبر من 1 عند رمي مكعب مرقم من 1 إلى 6 مرتين. حتة مهمة، لما يقول لك حرمي مكعب مرتين كأنك ترمي مكعبين مرة واحدة، يبقى مكعب هترميه مرتين كأنها بالضبط هترمي مكعبين مرة واحدة. تعال نشوف الإجابة على كل جزئية. اختيار عدد زوجي من الأعداد 3 و4 و5 و6 و7. كم عدد زوجي أمامك؟ أيوه فعلا عددين فقط اللي هم 4 و6، يبقى عدد عناصر الحدث على العدد الكلي 2 اللي هم الأعداد الزوجية. من كم عدد كله أمامك؟ 5، يبقى 2 على 5 اللي هي 4 من 10. ظهور عدد أكبر من 7 عند رمي مكعب مرقم من 1 إلى 6 مرة واحدة. يا ترى لما أرمي حجر نرد اللي هو المكعب ده مرة واحدة هيظهر 7 كم مرة؟ أيوه، ها؟ ولا مرة. طبعًا مفيش 7، هتظهر إزاي؟ ده حدث مستحيل. يبقى إذًا عدد عناصر الحدث، عدد عناصر الحدث 0 على 6 اللي هو 0. مجموع العددين الظاهرين أكبر من 1 عند رمي مكعب مرقم من 1 إلى 6 مرتين. هل تعلم كم احتمال إجمالي كل عناصر الفضاء العيني كله لما أرمي حجر مرتين أو أرمي حجرين نرد مرة واحدة؟ ها، 36 احتمال. واحد وممكن يظهر 1 و1 1 و2 1 و3 1 و4 1 و5 1 و6، أو ممكن يظهر 2 مع 1 2 مع 2 وهكذا، وانت ماشي كده 36 احتمال. يا ترى لو جمعت الرقمين اللي بيظهروا على المكعبين، هل هل سوف أجد مجموع رقمين يكون أقل من 1؟ ده أقل حاجة هتظهر في المكعب الأول 1، وأقل حاجة هنا 1. 1 زائد 1 2، يبقى مش حد هيظهر أقل من 1، يبقى كل اللي هيظهر أكبر من 1 فعلا، وهو ده المطلوب. مجموع العددين الظاهرين أكبر من 1، يبقى كل الاحتمالات اللي أمامك دي ضمن احتمالات الحدث المطلوب، يبقى 36 من 36 يعني 1 صحيح، وده أكبر قيمة لاحتمال هتحصل عليها اللي هي القيمة 1، وأقل قيمة للاحتمال هي 0. طيب بكده نكون ادينا فكرة أو مقدمة عن الاحتمالات، وبإذن الله أمامك 3 مسائل ياريت تتحقق من فهمك بحل هذه المسائل. ونترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى. زمن جميل كان فيه
جنسنا كانت به أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمتي خفاقة والله أكبر في السماء تتعالى.